وهذه رسالة إلى جميع السودانيين، جميع السودانيين، متى ما وجدت الإزيرك في كوكب الأرض أو في جبل قاف أو في جبل إسكندر أو في الزريبة أو في شكانيبة، أعمل لنا معه مناظرة بإذن الله سبحانه وتعالى نبين لك الحق. أفتحوا أدونا فرصة معهم عشان إحنا نقدم حجتنا. قدمتوا لخصومنا يبرطعوا زي ما هم عايزين، أدونا مجال نحن نقول الحق ونتكلم مع الشعب. لا تحولوا بيننا وبين كثير من الشعوب المسكينة اللي ضاعوا بسبب شبهات التصوف وغيره، كونوا منصفين. يا ناس غناة اس 24 جيبونا معهم، جيبوا كلهم، جيبوا كلهم، جيبوا مجيبنا ان شاء الله تعالى. تشوفوا شعاع في الحاصل. ها ضرب لي المذيب ثاني يوم قال لي يا اخ دايرينك في برنامج اس 24 ذات تنصح الوزير، والوزير جايبينه انا تجيبني اخرج على الحاكم وتجيب الناس ذيك في عقائد الشرك والتوحيد. قلت له ما بجوز حرام، لكن انا جاهز تجيب لي اللي زيرك، تجيب حامد، تجيب البرعي. طيب ودي رساله، كلامنا ده بيوصلهم ان شاء الله. دي رساله لاس 24، اس 42، 104، النيل الازرق، الابيض، الاحمر، ام درمان، حسين خوجلي، عش، كلهم نحن جاهزين للصوفيه. هل انتم يا ناس القنوات مستعدين تجيبونا؟ هل انتم مستعدين لكلامنا؟ مستعدين؟ مستعدين؟ انت ما شفت الشافعي؟ الذهبي نقل عنه قال قال إذا ناظر الشافعي أحدا كأنه أسد يأكلك. أنت كلام أنت؟ طيب وصية القحطاني. بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.